ونحن نتحدث عن أمراض القلب بنتحدث عن السرعة، السرعة في علاج مريض القلب. يعني إيه السرعة؟ يعني دلوقتي واحد بيشتكي بيقول سكينة بتشك في قلبي، وبعدين بقاله 10 دقايق ربع ساعة مش هتفك. لو الأزمة دي بتجيله 5 دقايق وتفك، 10 دقايق وتفك، ده كويس. في واحد بيقول لي كانت بتقعد معايا 2 3 5 دقايق وتفك. تفك بايه؟ بتفك بان انا احط قرص دينترا تحت اللسان او اقعد، ودي انجينا، ودي اللي بيسموها الانجينا او الذبحه العاديه، ودي بيسموها ستيبل انجينا، ودي بتفك بحاجتين، بالراحه او النيتريت. في عندنا انستيبل انجينا، دي كومبليكيتد شويه، هتلاقي فيه شويه بليكس موجوده، ودي بدل ما بتقعد 2 3 تقعد اكتر، وبتيجي سيفير، وساعات بتيجي اثناء الراحه. يعني المفروض ان الازمه، الناس اللي عندها ازمه بتيجي اثناء ايه؟ طلوع السلم. يقول لك اما بطلع السلم سكينه بتقطع في قلبي، لما بمشي كتير سكينه بتقطع في قلبي. لكن في ناس وهي قاعده سكينه بقى بتقطع في قلبها، دي بتبقى انستيبل انجينا، ساعات بتيجي مع الريست. وفي واحده اسمها برينز ميتال انجينا، ودي كرونري سبازم، ودي بتحصل مع العيال الصغيره. الكرونري سبازم اللي بتحصل مع العيال الصغيره اللي بيسموها برينز ميتال انجينا دي، دي نوت ريليتد تو انجينا او نوت ريليتد تو اكزيرشن، انما لهاش دعوه بالايه؟ بالمجهود. انما ممكن يكون لها علاقه بالحاله النفسيه، خوف، قلق، حب، كذا. تلاقي الواحد الاوعيه بتاعه القلب قفشت وجاله ازمه شديده حتى من غير مجهود ولا اي حاجه، دي بيسموها برينز ايه؟ ميتال. على اي حال، السرعه في انقاذ المريض، يعني لو هو عارف نفسه ان انا مش قادر اطلع السلم، بيجي لي كذا كذا، بحط قرص الدينيترا احسن ماشي، نيتروجليسرين او بياخد نيترو ماك او. لكن افرض ان الازمه استمرت 20 دقيقه ساعه مش راضي تفك، اجري بقى على المستشفى. لو لحقت الموضوع خلال 6 ساعات هتبقى سهله جدا. ليه؟ لانك انت داخل في مرحله هي بتثبت بعد 6 ساعات، قبل ما تثبت خلال 2 ساعة خلال 3 هتلحق نفسك. في الم شديد في قلبي، الم شديد في صدري، يبقى لازم اخش على الامرجنسي، رعايه مركزه، استقبال حوادث. خلي بالك من الكلام ده والله، استقبال، هخش هيعلقوا لي انترافينوس لازكس عشان الميه الزياده من القلب تمشي، وانترافينوس مورفين، انترافينوس مورفين، وانترافينوس ثرومبوليتكس، هيحط لي ستريبتوكينيز اذا كان موجود او يوروكينيز. يا سلام بقى لو عنده الايه؟ بلازمينوجين اكتيفيتور فاكتورز، يا سلام. لو عنده تيشو بلازمينوجين او تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور هيبقى حلو قوي، هو غالي شويه بس بيفك الجلطه في 5 دقائق. يبقى هيديني انترافينوس يعني لازكس وريد، وهيديني انترافينوس مورفين، مورفين وريد، وهيديني انترافينوس ثرومبوليتيك، هيديني مذيبات الجلطه وريد، وهيديني انترافينوس نيتريت، مش نافع على المريض تحت اللسان، يبقى هيديني نيتريتس او دينيترا تحت اللسان، هيدهاني بقى المره دي نيتروجليسرين انترافينوس، وهيديني بيتا بلوكر انترافينوس واس انيبتور انترافينوس، وهيعلق لي ماسك الاكسجين. ده على طول امرجنسي. لو ده تم الجلطه تفك، مش عايز اقول لك في نص ساعه، ويروح المريض وكأن ما عندوش حاجه بعد ما كان في الم شديد هيموته 2 3 ساعات. عدى بقى 6 ساعات، حصل ستابلايزيشن، هتضطر بقى تديله، نشوف بقى النيتريتس، هتديله ثرومبوليتيك ثيرابي، هتديله الاول مثلا ثرومبوليتيك ثيرابي، هتديله ستريبتوكينيز اذا كان عنده حساسيه، بتديله يوروكا. عندك تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور يبقى كويس قوي. ما فيش له بقى ايه؟ اس انهبيتور، او بتدي له الكابتوبريل مثلا. في عندنا كومبليكيشنز بقى، انا عندي ازمه وسكينه والم بيقطع في صدري وبقى لي 2 ساعة 2 ساعات، في عندي كومبليكيشنز، مشاكل. المشاكل دي هتحصل بعضها ايرلي على طول، وفي مشاكل ممكن تحصل متاخر. يا ترى ايه المشاكل اللي ممكن تحصل من الالم الشديد اللي حصل او بيقولوا عليها كومبليكيتد مايكارد انفاركشن؟ ان شاء الله نشوفها مره قادمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.